طيب، وصلنا لبيت القصيد والمقصود وعبارة الأسبوع، خلنا نشوفها مع بعض. كيف بس الكلام؟ عبارة الأسبوع. يقول الساخر أوسكار وايلد: على الدولة أن ترفع الضرائب على العزاب لأنهم أكثر سعادة من المتزوجين. رواه العرفج. بيت القصيد والمقصود: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. فما لابد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. حرام عليك، تبي ضرائب على العزاب؟ من وين يلقون؟ لا 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 لا، شوف، هو الله يهدي هذا فيلسوفنا الكبير أوسكار وايلد يقول هالكلام، بس طبعا ما في حكومة تسمع كلامه، رغم أنه كلامه مو صحيح. يعني تلقى أنت أحيانا متزوج الحمد لله والزواج نعمة من الله، صحيح، سعيد، وتلقى عزابي تعيس فهي مات فيها. نجي لأخونا الحطيئة. حطيئة طبعا كلام عام، أنا ترى الحمد لله متدين، وأرى أن السعادة جزء فيها سبب ديني، لما الإنسان يرتبط بالله عز وجل الارتباط صحيح. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والاطمئنان هو أول درجة السعادة. لكن أنا الآن خلصت مسودة كتابي عن السعادة، جمعت كل ما قيل في الفكر البشري وجدتها، ما ححرق الكتاب، موجودة بالكتاب، لكن ما في كلمة أخيرة يا أبو سلمان بالسعادة. هو يقول: ولست أرى السعادة جمع مالي، ولكن التقي هو السعيد. ولا مو صحيح؟ الأتقياء في منهم كثير سعادة، لكن في منهم تعس. يعني تقول ما في وصفة موحدة بالضبط للسعادة. ما في وصفة. أنا أصدقائي كثير ملاحدة في الغرب، والله ما في أسعد منهم، ما لهم علاقة بالتقوى. السعادة ممكن تكون مجموعة مكونات، ممكن تكون مكون ولا لها تعريف. لو كان لها تعريف واحد أعطنا كل الناس سر السعادة، صح ولا لا؟ يعني أنت كأنك تقول لا 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 نقنن السعادة فقط في الجانب الروحاني أو التعريف ولا المالي. بعض الناس يقول لك السعادة بالسفر، طيب هذا لا أغنياء يسافرون ازدادوا تعاسة، ولا تربطها بالمال، هذا في فقراء سعداء وفي أغنياء تعساء. لا نربطها، هي مجموعة مكونات. أنا في نظري بعد قراءة 100 كتاب عن السعادة إنه مجموعة مكونات، أولها الارتباط بخالق، الارتباط بالله، ارتباط حقيقي مش شعائري، يعني انك انت تثق ان في رب حيعطيك حقك، هذا واحد. ثانيا انه انجازك لعملك، ثالثا التصالح مع الذات وتنظيف الداخل من الحسد والحقد والغيره. هذه تقريبا مجمل ادوات السعاده. لكن ترى احنا ما نعرف احيانا الاجابه واحده صحيحه، ممكن تكون اجابات صحيحه. خالد وسيم نعم، مذيع كلها اجابات صحيحه، مذيع نعم، اب نعم، صديق نعم، يشجع الهلال نعم، إذن هذه كلها خالد وكلها إجابات صحيحة. لو قال لي واحد خالد المذيع أقول لي خالد المتزوج نعم، خالد الوسيم نعم، كلها إجابات صحيحة. إحنا مشكلة ما نعرف الإجابة واحدة والباقي خطأ. السعادة ممكن تأتيها بعدة أطراف. جميل.